هاو كيفاش تعمل انترنت في دارك؟ بعد ما تسال اصحابك يقولوا لك اللي فورنيسور شايبوا لهم ريوسهم، دور وحدك وشوف انا هو اللي عنده احسن كونيكسيون. عندنا احسن كونيكسيون. كي يكونهم يحكوا لك فرد لغه، اختار اللي قدامه عندك وين تقاري. الفورنيسور يقول لك لازم تمشي لجماعه الفيكس قبل، برا لجماعه الفيكس، قدام جماعه الفيكس ما عندك وين تقاري. خلص الباركين، بوست تيكي، شد الصف. 155 شوبيك 4. في عوض ما تقعد تحسب قداش من واحد قدامك، تخيل نوامر كيفاش تسجلوا في الاستوديو. 155 شوبيك 4. كي عيطوا لك شد روحك. راهم شي يفرحوا بيك. عم خلص جماعة الفيكس، صح الكونترا، تقول لك أتو يكلموك ما يكلموك، عم يهد عليك، عمل هادي عمل هادي بحبوح، يقول لك اللي خدم لك الخدمة، اللي برجولية تعبدته باش، اللي فيكس يمشي مريك، اللي راهو جربه مليح مليح، اللي راهو حد وحد باب الدار، عم يخلي لك نمرو على مياتي، أرجع الفورنيسور، أعطيهم نمرو، عمر، صح، خلص، خذ المودان والكواب والفلتر وراوح، اختار بلاصة مزيانة المودان، حاول تبرانش المودان في التليفون، التليفون في الفلتر، الفلتر في الحيط، كونكتي. كي الإنترنت ما تمشيش، تفقد التوناليتي، كي التوناليتي ما تمشيش، عمل هادي، عمل هادي ذكرك اللي حد وحد باب الدار، عم يقول لك هاني جيت على مياتي، ما تتفجعش كيفيكس نتاعك يطلب وحده، هز على عمل هادي، عمل هادي يقول لك مريقل، واللي راهو يكلم فيك من مروك، وما تنساش قهوة عمل هادي، كونكت. كي الانترنت ما تمشيش، كلم الفورنيسور. بعد 94 دقيقة يهز عليك كونسيير، يقول لك حاول تبرانش المودم في التليفون، التليفون في الفلتر، تسكر المودم، الفلتر في الحيط، المودم، برانش الأورديناتور على المودم، اكتب 192.168.1.1، حط اللوجين، حط الماسك، حل المودم، سكر المودم، المودم، سكر المودم، وكي ما تمشيش يقول لك، السيستم طايح، وتنا بعث لك ريكلاماسيون، تمشي بعد 48 ساعة. مشيت. بعد 48 يوم، وعاودة قصد. عاود كلم الفورنيسور. الكونسيير يقول لك عندك فاتورة مش خالصة. برا الفورنيسور، خالص الفورنيسور، روح كونيكت، الانترنت ما تمشيش، يجيك اس ام اس يقول لك عندك فاتوره عند جماعه الفيكس، برا جماعه الفيكس، ما تقعدش في الباركينج، بورت كي، شد الصف. خالص جماعه الفيكس، لوج على كرهبك، خالص شانجيل، روح كونيكت. مشيت. اما دي بي طايح، واسع بالك. كي بالك ما عادش فيه. زيد واسع بالك. كي بالك ما عادش فيه، المودام تعيشوا في بيت الصلاح، الخيوط اعمل بيهم شريطه، الفاتورات اعمل بيهم اوريجامي، بس خلونا نعمل هادي، برا الاقرب بوتيك وريدو وخذ الفيكس الجديد يا ربح. اون اكسكلوزيفيتي في تونس، الفيكس الجديد نتاع اوريدو، انسى الفيكس القديم ومرج الكابلوات والقصان بديفي غارونتي وانترنت انليميتي، تتكلم في تونس وفي الخارج ابتداء من 29 دينار اكاهو، بفاتوره واحده تخلصها عند اوريدو. اوريدو.